بحضور عشرات المهتمين بالمسرح، تستمر العروض المسرحية ضمن الدورة الخامسة لمهرجان السويداء المسرحي، والذي يستمر حتى يوم الأحد القادم. كثير نحن سعيدين وفرحانين بأنه عم نحقق في هذا العام يعني الدورة الخامسة من مهرجان السويداء المسرحي، وخاصة ونحن بهذا الظروف. عرضي اسمه رسائل الفجر، وهو تأليفي وأخراجي. رسائل الفجر هو محاولة لمقاربة المرأة السورية في هذه الحرب الشعواء والظالمة التي تعرضت لها البلد. هذه المرأة التي بكل مدلولاتها هي أساس ارتباطنا في هذا المكان. بداية شاهدنا مجموعة من العروض المسرحية، شاهدنا مسرحية وحش طروس الخادمات، واليوم شاهدنا مسرحية ثعلب والعنب أو العنب الحامض. حقيقة جهود جبارة. أن تستطيع في هذا الوقت صعب إلى حد ما أن تخلق عمل مسرحي على خشبة المسرح بتناغم إبداعي ملفت حقيقة. الشباب عم يبذلوا جهود لا يستهان فيها. يعتبر هذا المهرجان من أهم المهرجانات التي تتميز بها السويداء، حيث يسلط الضوء على الكثير من الأحداث، بالإضافة إلى تنمية وتشجيع مهارات ومواهب وإبداعات وإعادة المسرح إلى ألقه من جديد. عرض اسمه الثعلب والعنب، نص من المسرح العالمي. أنا كثير حبيت هذا النص. هذا النص بيحكي عن قيمة الحرية وقديش هي شيء مقدس. كل واحد من هذول الأشخاص هو عبد بطريقة ما، حتى الأحرار هم عبيد بطريقة ما، لمعتقدات، لأفكار، لأشياء ما. بس بالآخر ما هي الحرية؟ دور إكسانتوس بمسرحية الثعلب والعنب. إكسانتوس هو فيلسوف سوفسطائي، شخص يعني منظر بس ومن داخل فارغ، بشوف المظاهر بس ويحب التملك وما بده شيء غير أملاك، وحتى زوجته ممكن يتخلى عنها مشان بيت أو أي شيء بملكه يعني. جهود كبيرة يقدمها القائمون على هذا المهرجان بهدف جعل المسرح من أولويات جيل الشباب الصاعد وإبعادهم عن التلوث الكبير الذي أصاب الفنون بشكل عام. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمد.